اسمي محمد، تاجر في مدينة الدار البيضاء في جهة برانس المدينة، مريح في قهوة كنتقوى مع رساجي. جاني اتصال هاتفي كيقولوا لي باللي الدرجة ديالك كاين شي أشخاص مجهولين هرسوا لي القفل، يعني سمعوا الصوت ديال التراس ديال القفل وقالوا لي راه جرى شي واحد. انا صحابني واش الديباناج هو اللي جاي يديها حيت كانت محطوطه على الرصيف. جيت كنجري ما باش ليا الدرجه ديالي بلاصتها فين كنحطها وما باش ليا الديباناج. اذا بي كيبانوا ليا اشخاص جارينها، مشيت شديت واحد فيهم هذاك اللي جاره قال لي ودي رانا غير بيك على غير زعما الموتور غير عاطينو للناس جارو. قلت له خويا الموتور واش عارف ديالي من باش جارو؟ قال لي انا ما عارفش. قلت له خويا غنشدوك وغادي نعيط للبوليس. طلب مني الاعتذار، قلت له ودي ما يمكنش نسمح لك اخويا هذا الشيء. كنت غنترزف واحد الدرجه ناريه ديالي وهي اللي هي وسيله النقل ديالي، ما يمكنش انا صافي. حنا دابا راه كنتسناو العداله تاخذ هذاك. مره ثانيه كيوقع ليا هذه واحد المده واحد 10 سنين تقريبا، تحفظت منها وهذه عاوتاني حتى هي راه تحفظت منها. عيطت لهم في البلاصه ما كملتها 5 دقائق، ما كملتها 2 دقائق، وقفوا عليا الناس داروا خدمتهم جابوا سدوا اعتقلوا الشفار. وحنا دابا كنتسناو يديروا معايا الاجراءات اللازمه. كاين ناس دخلوا قالوا لي ودي اسمح ليك. قلت له ودي ما يمكنش نسمح ليه حيت السيد بغى يرزيني في موتوري وانا هو كنعتمد عليه، ما يمكنش تسمح لاي اي واحد اللي شدينا نسمحوا ليه، راه ما يمكنش. الشفار ما تسمحش ليه حيت الا سمحتي ليه هذه المره يعني كون كانت عنده هو راه بالنيه ديالو، كون كان غير سوء النيه شي حاجه شي ويه، ولكن هو بالسرقه لا، السرقه لا ما يمكنش حيت كل شيء بدا يترزف الاغراض ديالو.